والمشاركة ديالي جات على ديرنيير مينوت، ما نكذبش عليك ما كنتش مبروبوزي هنايا في الفيستيفال كازابلانكا، ولكن الناس ديال لي زورغانيزاتور وبيبليك ايفنت اللي تاقوا بيا باش عطاوني باش نشارك في هذا ليفينمون هذا الحمد لله. ومام تو ماشي غير هذاك، عطاوني على العاتق ديالي باش ندير ليمن ديال الدار البيضاء اللي غادي تغنى اليوم، وغادي تكون واحد ليمن ديال الدار البيضاء غادي دار لي كليب، غادي تكون مدينه كازابلانكا حتى هي عندها واحد ليمن ديالها، وغادي واحد لو شو اليوم اللي غادي يكون جميل ان شاء الله بلا رياليزاسيون بواحد ما غاشي غير غادي نغني، غادي تكون دي زاكروبات، يكونوا دي دونسور دي كوريغراف داكشي، يكون دي شو هائل اللي كنتمنى كنعرض عليكم باش تجيو، لان داكشي غادي يكون جميل جدا في مدينه الدار البيضاء، لان كتستاهل باش يكون عندها واحد ليفينمون كبير بحال هكا. دالي لو شو ديالي ديال وي كازابلانكا، الاغنيه سميتها وي كازابلانكا، غادي تغنى غادي دار ليها كليب ان شاء الله في القريب، وديال الحميد الدوسي هو اللي دار الموسيقى، ونبيل جاي هو اللي دار الكلمات. من بعد غادي نتحول لغادي نديروا لا ميوزيك لايف ديالي، غادي نبدا مع ديك العشرة ونص بحال هكا، وراء العديد ديال الاغاني نغني لكم البروغرام، راك عارف داير ساكي في كتافي، الحبيبه امي، هاي كلاس، انا معاك، جامي جامي، دقا دقا، الى اخره. ريبرتوار الحمد لله كبير، هادشي كلشي غادي يتغنى هنايا، وغادي نكونوا عند ان شاء الله جيسبر نكونوا عند حسن الظن المتفرجين اللي يتفرجوا فينا، والناس اللي غادي يجوا يشجعونا بيان سيغ. حنا كازابلانكا، اوه اوه وي كازابلانكا، ايه ايه ايه، حنا كازابلانكا، ايه 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 وي كازابلانكا، اوه اوه اوه.